الحكاية ان انا كنت راجع من عند صاحبي، انا كنت بقول له الراجل يا احمد ازيك يا احمد، فقام قال لي يا عم انت زهقتني، هو ادى الكلب امر الجمعة عليا، قام الكلب مسكه جرجره قام جاي عليا معضني، طلعت في مدخل سلالم كده طلعت عليه، جابني الكلب من بطني فضل اللي جرجرني على السلالم، مسكت ودانه قعدت اعملها كده هو مطلع الدم، وفضلت اضربه في وشه وافضل اضربه في ورده لغايه ما سابني. تخيل ان هو امر الجنون ده عليا، مكانش علم عليا الكلب وهو مدوش امر الجنون ده، تمام مش عارف موت عايز يتحبس وكان بتخرج. هو جيب الليل كان كل همه ان احنا نتصالح ما نعملش محضر، يعني بدل ما حاضر وبدل ما ناخد حقنا يعني ان هو يراضينا بس. لكن لا، طب لو ما اذيتش عبد العزيز فهتاذي حد تاني؟ كان عندي في وقتي البنات ما بيطلعوش الشارع بسبب خوفهم، عبد العزيز كل دوت رفض ان هو يطلع بسبب خوفه برضه. مش عايز حد يتعرض للي ابني اتعرض له، الالم اللي ابني فيه ده والمأساة اللي احنا عشناها ديك انا نفسي ما حدش يعيشها تاني. نفسي ان عبد العزيز ياخد حقه، نفسي حقه يرجع، عندي ثقة في القضاء، عندي ثقة في الشرطة ان حابة يزيرها.